بفطرة والعيون شوفك تهوى وتنجذب وأحيانا بالظاهر يكون دمع والباطن كذب الحب بفطرة والعيون شوفك تهوى وتنجذب وأحيانا بالظاهر يكون دمع والباطن كذب بين الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب فوق من يعجبون ما كل ما يلمع ذهب حقيقة وظنون بعد التجارب والتعب عليكم النص أكيد بيتأخر. هذي جرس الباب ليكون سواها ورجع. أنت قاعدة لي لا تتحركي ترى إذا شافنا مع بعض بيذبحنا. على السيارة بتشرك عليك جف ظهري وأنا فتن بتاعي سيح روح غير ملابسك سيح أنا بروح حقا شمال غريبة يعني راضي علي اليوم فيك سند أنا دوم راضي عليك
بالسبح. قال عندك التليفون الحين مو بوقت لاحق عليه. شفيت شعلت ها؟ ما في شيء سند لا تخرعني ما في شيء. يا ويلت مني من وراك. انت قولي لي في احد كان احد عندك قولي لي من اول هذا اكبر وشفتيني معذوره عليش ارتبكتي وخفتي قولي انا خفت منك انا ما تحملت انك تشفتيني انا احبك وانت هنا تسوي شيء يزعلك انا داخل قومي هذه السيئه حرام معلومكم الطريق مو انا في البيت خير شو صاير ابوي في شيء يعني انا ما يدل الاخبار شينا لا بس خوفتيني قلت يمكن في شيء صاير يعني قلت خبر حلو اللي هو قاعد كنت معرس شو؟ بتزوجيني؟ أمي ميتة ما كملت شهر هالكلام أنت صاحية ولا مجنونة؟ والحين ليش طولة اللسان هذي؟ على الرياييس من نص الليل وتقولي لي أجل زوجك؟ خافة يا ربك أخوك صايح بين الحياة والموت وأنت تفكرين خلاص انتقمين منه؟ ليش؟ ما كفاتي اللي سويتيه؟ أنا ما علي من الكلام هذا كله أنا لازم أزوجكم وحده غير الثانية يكون في علمك حصلت لك زوج ما تحلمين فيه سلطان زينب في واحد يراقبني يراقبني وينه أكو ورانا السيارة أكثر مرة شايفته تبيني أصلا منو هذا الناس بدون يحضرون ها
هذا خطيبي سابقا وما صار نصدق بيننا، ويوم عرف اني تطلقت ورد مره ثانيه اصلا قلت له هالفتره ما تزوج على امل اني اطلق. تقولين النحاس زينب الريال يبغيك وتقولين لا؟ حد يحصل هالايام يا زينب؟ الريال هالايام يدورون بكفك، بعدين اللي يحبك ترى يسعدك. كلام صحيح، بس ليش ما تصرفين هالكلام على نفسك؟ ايش قصدك؟ عبد الله يديك على سنة الله ورسوله، ليش رفضته؟ ليش ما تتمسكين فيه بدل الوهم اللي انت متعلقه فيه؟ زينب ايش تقصدين بهالكلام؟ كلامي واضح وصريح، بس انت ما تبين تقتنعين. أنا قررت أتزوج بسام، كلمت الوالدة وما عندها مانع، وما أنا غربية في سكة زينة. أي ليش نحب الريال وليش فريت ليش؟ لأن عذبني بأول حياتي، خليه يذوق شوي. الله يهنيك، أنت تستاهلين كل خير، مو أنا، مو أنا علي، حبيت واحد متزوج. يلا، إحنا ناطرين النهاية المؤلمة لهذا الحب. زينب ليش تخوفيني؟ أنا ما خوفت يا منى، بس نهاية اللي تسوينه مع سند ما راح تسعدك. تعرفين شنو الفرق بين عبد الله وسند؟ مثل الفرق بين الحب والزواج. الحب حلم، سند ما راح يحققه لك، والزواج حقيقة من عبد الله. وعليك أنت تختارين يا منى، حلم ولا زواج؟ هلا اسماعيل، الاخ عبد الله وينه؟ مستغرق في شيء منك ولا خايف عليك وسوى حادث؟ انت ايش فيك تكلمني كذي؟ احنا سالنا ما غلطنا. دمرتي الرجال، حسبي الله عليكم الحريم اللي ما شاف كلمه طيبه منك. اوه ليتني ما سالتك، الحين ممكن تشوف شغلك وتخليني بحالي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سامحني يا سلطان، يتم اسمه صباح الله خير. لا ما علي، ايش داخل زين؟ لا أنا مستعيلة، أنا بس يتمك على كم موضوع زواجك من هنادي. سلطان، إذا أنت ما ساعديتني، منو بيساعدني؟ صراحة يا وديمة، أحس أن بنات أخوك ما يبوني، والمرة اللي طافت أنت تذكري ايش سوى فيه. لأنهم يا هال ما يفهمون، البنات لازم يكونون بينهم ريال، وإن شاء الله أنت بتكون ريال البيت اللي بيرعاهم وبيحفظهم، هذا دورك. زين أمل، إيش رأيهم؟ البنات ما لهم رأي، الشور والرأي عندنا نحن، بس اللي أبغيه منك أنك أنت ما تسمع الكلام اللي بيقولونه. أرجوك لك انت بتقدم لي خدمة، امري كله ما بنساه لك. مدينة انت تدرين انا ما جرى ارفض لك اي طلب، خلاص اللي تبينه بسوي. بابا، انت الحين صرت احسن،
تعال شوف عزتي شو مسوية فينا، ذبحتنا، تطلع تتحكم فينا. يا بنتي أنا مو بيوم جديد، ما أقدر أسوي لكم شيء. يعني شلون؟ كانت تخليها تلاوزنا؟ لا تعال دوم اليوم. أنا عملت 18 سنة، شفت رجل شاكر والكفر. خلوا أموركم بعداء ومعه. جربوا يا أبو استحسنوا لها. ميهن؟ صاير، ما صاير شيء. قومي أبغيك في الموضوع. حي نظر. قومي غسلي وجهك وتعالي للصالة. حياة الله يا عبد الله، أتمنى أن ما تكون ما أدري صادق عليك. لا بالعكس، أشوفه عزيز على سبيل الله يسلمك. لا أظن شيء. لا سلامتك. على العموم تقدر تفضل الماليهم بخصوص موضوعك، ولا تقطعنا بزيارتك الحلوة هذه. شكرا. مع السلامة. حياك الله. سنة. نعم. نزول موجودة. خليها تتفضل. تفضل. شوف يا عاد، أنا اليوم خاطري أسمع كلام حلو، لأن كل الأخبار اللي سمعتها قشرة. زين يا سنة. زين شنو؟ خلاص أنا موافقة أطلع معك مرة واحدة. مرة واحدة؟ مو مرة، مرة. من باكر كلنا بنروح الجامعة، شوف لك حد يعزمك. تعرف من محتاج حتى مني أنا موجودة. أنا ما قلت شي غلط، كل اللي قلته من شاف محتاج عناية خاصة. وهذا كله حجة يعني، علشان بس أعطيتني كلاس ماي حسيتي نفسك مسوية غالي ونفيس. ولينا رح ناجي بالضيفة وهي جاية تكلمني في موضوع سلطان. الموضوع هذا منتهي عندي. ما يبغي لي أخذ العطاء. مو على كيفك، واسمعي لي أنا ما راح أخذه. قديمة شوي شوي على البنات. هالشوي شوي هي اللي ضيعتها. أنت لا تدخل. لا إلا بتدخل. شو رأيك؟ شوفك اليوم لا لسه لا ما أقدر
شلون خلى ظهر؟ خلاص خلي الظهر أحسن. أنا بس بوقت استعد. إذا أنا ما دلينك. ولا يمت. المكان أصلا مضيح. حتى العمي يدل. سمعي. يلا لحف النفع. ايه. وين عيد؟ مو مستغالي مسؤولة عنه. وانا هو مجرس. اوف. وانا هادي. لا يرد على تليفون هاتفي. وين داوم؟ من عبد الله هذا من عالمنا. هاي يسبحان مزاني كلش. كلامك عدل. اعجبك عبد الله يا من المريخ. وهذا المريخ. عنيتنش. بروح دورة المريخ. عبدالله قدم استقالته؟ ليش؟ ما أعرف، كذب لأسباب خاصة. أسباب خاصة؟ سيكون زعل من حفلة البارحة. أي حفلة؟ حفلة التجاهل العالمي. ليش؟ تعال. المفروض أعجب أم نسي بسي بالموضوع إن شاء الله ما دش الموضوع أبغي أعود عنادي السلطان أم نسي أنت تشاورينا ولا المسألة فرض؟ لا المسألة مصلحة مصلحة السلطان مصلحة الكل مصلحة هذه العائلة يا نسي لأن أنت بتسمين أنت وخواتك بلي الزواج لما يوصل عمركم 35 سنة بس احنا اللي نختار العيال اللي نتزوجها زي وينهم عيال اللي تبغون تتزوجونهم خليهم يتقدمون اشوف عمتي ترى المسألة متحدي اذا انت حاسة ان احنا نسجيل عليك وبدأ يضايقك فاحنا ما عفيتش منا بس تكفين خلينا في حالنا اخليكم في حالكم علشان كل واحدة فيكم تسوي اللي تبغيه هذا اللي تبغونه العموم كايه هنادي عندك اقنعيها؟ لا اقنعيها انتي قبل انتي يا ميتة تبيني اتزوج مطور عشان يكتشف الموضوع ويذبحني ويسوي لي فضيحة يعني شنو؟ يعني خليته كل الريايل وتزوجوني مطور هذا اذا اكتشف الموضوع بيقيم عليه الحد شو الحل؟ هذه عمتك تشكلها بتأذينا مثل ما اذيت ابوي ما عليك منها هذه أصلا ما لها سلطة علينا شو ما لها سلطة علينا أصلا إيه هي السلطة الأقوى بعد أمي وأبوي قدام المحكمة وقدام القانون إيه هي الأقوى يعني شنو تجبروني أخذ سلطة هلادي أنا صراحة بقول لك شيء بس أتمنى ما تعتبريني أنانية مني أنا بعد ناوي أفتح لها موضوع سند
وابي عمتي تكون صفي وما تعاندني. يا سلام، توقفين ضدي عشان توافق لك على زواجك؟ اسمحي لي، هذه مو أنانية، هذه نزالة. ممكن أكلمك شوي؟ أنت تأمرين أمر، تفضلي. ممكن أجل الموبايل باكر؟ ليش باكر؟ خايفة ومرتبكة والموبايل مستهل عليك. بدون لا تكون هذه مماطلة منك. لا مو مماطلة، أنا قلت لك باكر وباكر على حجري. باكر باكر احنا شو رأينا بس عام. ما في أي تأجيل، هذا أنا أقول لك من الحين. مشكور وايد صرت خلتي مقدم الراتب. مشكور خدت. شفت شلون؟ لما تسمعين الكلام الدنيا كلها تنفتح لك. الدنيا كلها تنفتح لي صح. أنا أبغى اليوم ليش تصدقين وما عندك خبر؟ لا ما خلني، أصلاً ما ليك على تلفوناتي. لكن مو متصدقين مع عبد الله يقدم اتخاذي. يا بابا، فأكيد مجال الوظيفة أحسن. خلوا يا يشوف حالك فيك. ويمكن ما قدر يتحمل وضع هني وطفش. وليش تطالبني كذي؟ انا ما يخصني في الموضوع. صدقون عاد، صدق الدنيا تبعد من الطيبين، اما السيئين هم اللي مرتاحين. يلا شوفكم باكر بعد اذنك. لا حول ولا قوة الا بالله. افضل يا عبد الله، الرجال ماخذ قروض وعليه ديون ما بدي اسكت. انت ايش فيك تعامل عبد الله كانه حفيدك؟ يا عمي خلي الرجال يشوف حاله، فكه منك. لو قانون الشركه يسمح الدمج في موظفات النجره اول ما ابتدي بكلامك. يلا يا مريم، على التردد، خلينا نروح. مبروحة، هذه طردتني. ما عليها مريم، هي كانت تعبانة نفسيا، أدريها. يا خلينا نروح، وديمة هناك، وخالي هناك، أنت ليش مترددة؟ وأنت إيش فيك ما تعصب ولا تزعل؟ ليش كلها بارد؟ مريم سمعي كلامي. ترى سهل على الإنسان إنه يغضب، بس الواحد ليش يغضب؟ ما دام إنه يمتلك الحلم. انت مصر تروح هناك عشان تفتح سلسة الزواج، لكن انا اقول ما لا داعي تقول امرك لهم. اول شيء انا رايح اسلم على خالي وعلى وديمة. ثاني شيء مسألة الزواج هذه ترى مسألة سنوية عشان ترتاحين بس. واذا سمعوني كلام تتحمل المسؤولية؟ اتحمل المسؤولية ونص. قومي عجلتي. اذا عطني ربع ساعة اخذي نص ساعة، المهم نروح. ماذا؟ ماذا؟ بطل عيونه من هنا تو الدكتور مصطفى. يلا خلينا نروح نشوفه. يلا تدريب سيري انت ويخصك وكيف وياك. انا ابقي هنادي وميتة ان شاء الله. اقول لك ابوي بطل عيونه، تقولي لي تبغينه وانت فاهمه؟ عمتي الموضوع ممكن يتاجل، كل ساعه زمان رايحين ورايحين نبي نشوفه. خلاص عيني انا بصير وياكم. كيف؟ إيه اللي سمتني؟ ليتي مريم والسلطان. يلا صفوا البسوا أبيكم. بس احنا ما نلبس أبي إلا بالعراس. من اليوم رسائل بتلبسوا لها العباء. ويلا سيروا البسوا أبيكم ولا ما في طلعة. أنا ما بلبس حتى تلبسنا إذا بتتحكمين فينا.
ما تقول شيء يا سيف. سيف ما له شغل في بنات اخوي. وبعدين نفس الاباه حكمي لكم. تلاعج احنا الاحتشمات قبل لا تدخلين هالبيت. عيني في عينك يا بدرين. انت تعرفين الحكمه؟ اذكرت ولا نسيتي؟ لا السالفه مسخت. انا ماني رايحه. احسن وانت كلكم تطلعوني كذي. يلا سووا الدفع بيكم. بالعكس يا سيف، البنات هذيلا يبالهم تربية من يد ويديد. أنا خوفي فيكم كمل السويلة تراكمات يضر عليك. ليك لا تشفتني سفر صادق السلام. يبا اشمعنى؟ سامحني يا كل سامحني. انا وديني اسمعني كل شيء. قم خلنا نصحك. البيت ما يسوى في مزورة من واحد إلى الطلاب. خالي عيوي بجرية ما تشوفها. اختفت يا ودين شوي عصبت وطلعت داخل. ما يكون سببها موضوع يا خالي. ترى إذا في الموضوع بيسوي لنا مشاكل أو يريد عنه. لا يا سلطان. طلبت منها تلبس العباية يوم تطلع. الصبح بس. أنا بروح نهايتها. مريم قعدت. ترى زلزلت أنا بطلع. ليش فضان؟ أهي ما بترتاح في القعدة وأنا بعد ما برتاح. تزوج هنادي وانت تصير نسيبه خالص. هيك مباشر ايش فيك؟ ساعات المرض يصعب علي البلع. أتحاتي خلي تعود على كذي. قول اللي تقوله. دام اني انا مرتاح ما يهمني. لو بشرك ميزه قربت تطيح بالفار. لو بتدفع لي بعد 100,000 شفت النزاله يا اخي. مش هالمخ اللي عندك. باين لك من قبل شكلك مربيتك مرتبه. اصبر وبديك الاخبار الجديده. بس ما راح اقول لك عليها. ليه ما تنطبخ؟ لان الصراحه صرت اخاف من عينك.
بخير والله يا بنات. ما بيت منصور يد الأمة ما يجدوشنا يقول إن الدكتور أحسن لكم تدعون أبوك كبيرة ربحة لا حول ولا قوة إلا بالله. الموت حد والكل بيموت. بسك من هالريال يلا قم تعال. شو عندك؟ مفاجأة مفاجأة شو غالتين؟ بعدين أنا عندي ريال. أنا طالع يا سند والجواب اللي احنا تحتاج لأن هذا أحسن شيء تسويه في حياتك. طبعا لا قلت شنو هذا؟ كل سنة وانت طيب حبيبي. انت قلت انك بعد السالفة شنو المجموعة هذه كلها؟ اليوم فالنتاين حبيبي. فالنتاين؟ انت ما تعرفين الشغلات هذه بدعة وحرام؟ تبين تدخلين جهنم انت؟ اما انك تسافر صحيح. أنا أعتبر هذا غزو عيني عليك بدرية. إحنا أهل والناس تستغل لما تكون عندها عائلة كبيرة يكونون سند ولا تحكم. شفتونا بنات كنتوا بنضحك عليهم وبناخذ سياساتهم. وانت يا سلطان ليش لازم تتزوج منه؟ انت تبين عليك ريال ملتزم، كيف تدخل اللعبة مع وديمة؟ ما تعرف الحلال والحرام؟ مريم اسمعني يا سلطان، رايحتي هنادي ما راح يكون مختلف عن ردي لك. تذكر كلامي ولا تبغي تسمعه من هنادي مرة ثانية؟ قومي يما، انت ليش على فتحتك؟ قومي يما، قومي اوديك المستشفى، شكلك وايد تعبانه. ما يحتاج، يبي لي حبة المي والصبا وغسل وشوها. ان شاء الله. اقول يما، خالك يقول لك مشكوره وايد وايد على الفيزات، وعازمنا باكر على الغداء. يخيف، بس يمكن باكر اكون مشغوله. ويمكن أتأخر.
أنا بقول لهم يخلونا عشاء. لا اللي تشوفينه. هنادي هذا هو سلطان جدامك. أتمنى تشوفين الإنسان اللي في داخله وما تشوفين شكله بس، ولا تحكمين عليه مثل ما حكمت عليه بدري. والله شكله سنة البشر. يسلم لي وجه أخوي. سمعيني يا أهلا يا بنتي، لا تستحيلين وحطي في بالك أن أهل أهل ومستحيل انضرج. وسلطان مو لأنه وجهتي لكن أخير الشباب. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الشريف عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض أو فساد عظيم. وأنا خايفة عليكم يا بنات أخوي من الفتنة والفساد. سلطان أنا بسألك سؤال وإذا وافقني فيه راح أقبلك كزوج. تفضلي. أنا أحب واحد يا سلطان وما عندي مانع أتركه. أنت تقبلني كزوج؟ قال تعالى: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فضلي أنت قليلة أدب. عمتي احنا تعودنا على الصراحة، رجاء لا تأمينا خليها تعذر. خالي لا تجبرون البنت على شيء ما كذي ولا راح يكون مصيرها الزواج الفشل. نحن أولى من الغني في بنات أخوي يا مريم. أنا ما بحصل شراب سلطان، ليش عندي بس 4 شراب؟ كان زوجيتهم كل بنات أخوي علشان تكون الذرية صالحة. زين عمتي على الأقل أعطيها فرصة تفكر. لا تنسون الظروف اللي مرينا فيها مو سهلة وليش احنا متوكلين. معاكي أعطيها فرصتها بالتفكير. السجل جيت بكل صوت لكن لا أصلب ولا صار طلع بارد هالريال. ليش تقولين عنه عاجل؟ هنادي سلطان هذا مبين عليه خوش ريال سوالفه حلوة. والله إذا عاجبك اغذيه وبكيني منه. زين شوي شوي علي ليش معصبة؟ أنا بس أقول رأيي. يلا تصبحون على خير. هنادي صدق ابونا حاد الفرقة. احنا قلنا بطل عيونه وتحسن بس الدكتور يقول اعضاء كلها منتهية والامور صايرة تتعقد اكثر. يعني خلاص السلام امرنا ونقتنع باللي صار. الوضع ما يطمن. والله يعيننا على اللي جاي. كيف الله يعيننا وانتم اللي مشيتوا كلامها عليكم ولبست الحجاب الشرعي وباشر تلبسون النقاب. سلطان غيرك بيساعدها بالقوة. أكيد بتسألين ليش أنا بعصر وايد اليوم؟ أنا بقول لك، لأن اليوم عندنا غدا عمل ويا ناس مهمين، ولازم ريحتي تكون مميزة. يعني متى بترجع؟ يعني بالليل. سمعت؟ أنا أتمنى طول الوقت بروحي، ما أعرف شو أسوي. يعني شنو؟ هاتي من الآخر. ممكن أتصل حق واحدة من صديقاتي تي تجد معي؟ علشان أنا مستانس اليوم خليها تي وتتغدى وياك. اشتري معك. صدق؟ مشكور يا سند. روح والله يبعد عنك طريق الحرام. لا دخيلك مو وقت تدعي شيء. خلي الأمور تمشي طيبة. باي.
والله شرد مثل الحرام. المهم انت شلونك؟ تعرف شو انت تسمعيني عاد؟ يا حبيبتي يوم الزين رايلي بيطلع الحين مو بيرجع لليل، كان يتغدى يمي. يا ريت بس اليوم مشغولة ومعزومة وبيني وبينك تعبانة شوي، الحين حمى. حتى آخر كنت أتمنى أن أسمعك. صدقين عاد قالت من الحين ليل ليل بروحي بتملل. إنزين أنت ليش ما تهزمين مريم؟ ترى ما نسيتي مريم اللي قلتي عنها ورقة بنت في الديرة. إيه ترى يا أمي نورا؟ ألو؟ هلا نورا. هلا مريم، شلونك؟ عشان أسمع هالصوت، طمنيني عنك. الله يسلمك، عطوني أقول حق مزونك تتغدى عندي، بس أعتذرك، شو رأيك في الكتين؟ يلا عاد، والله بتفرحيني بزيارتك. حبيبتي. ما اللي طلع ما بيرجع لبليل. خلاص كل شيء. خلاص حبيبتي ولا يهمك. بمر عليك على الغداء. مع السلامة. يا حليل هنورة. والله أحبها. هي بعد تحبك وايد. تحبك من الحب فطرة والعيون تشوفه وتنتظر وأحيانا الظاهر يكون لما والباطن كبير. الحب فطرة والعيون تشوفه وتنتظر وأحيانا الظاهر يكون لما والباطن كبير. بين الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب وكل من يعتصرون ما كل ما يلمعنا بين الحقيقة والظنون بعد التجارب والتعب I'm
بعد التجارب والشعب ممكن لما